تشريح عظم الهبون. نعم. طبعا عظم الهبون يتكون من ثلاث عظام، هذه الإليوم، هذا البوستيريور يسمونه الإيشيوم أو الإسكيوم إلى اسمين، وهذا البيوبيك. نيجي للعظم الإليوم. عظم الإليوم يتكون من بادي، هذا البادي، هذه الكلزمة، هذا البادي أوف ذا إليوم، والآلة، هذه الآلة أو الوينج، الجناح. نعم. نيجي للتراكيب اللي بي، لو رحنا بوستيريورلي، بوستيريورلي يسمونه الإكسترنال جلوتيال سيرفيس، بي لاين، لاين فور جريت جلوتيال مسل. عندك مثلا هاي البوستيريور لاين، هاي الانتيريور لاين، وهاي الانتيريور لاين، هذا بس السيرفيس اللي البوستيريور ما بيشي بس هذني. نيجي للانتيريور، الانتيريور سيرفيس بي فوسي، هذا يسمونه الإلياك فوسي، يسوي انسيرشن للإلياكوس مصر. نيجي لهنا، هذا السيرفيس اللي يشبه كأنه صنوان الأذن، يسمونه الأوريكولار سيرفيس. الأوريكولار سيرفيس. نيجي للتيوبروس تيوبركل، هذا يسمونه الإلياك كريست، هاي الجزء العلوي يسمونه الإلياك كريست. البرودست إيريا، هاي الجزء العريض منه يسمونه الإلياك تيوبركل. الإلياك تيوبركل زين، هذا يسمونه التيوبروسيتي أوف إليوم. هاي تيوبركل، تيوبروسيتي. نجي الإلياك كريست تنتهي بعدة سباينات، أربع سباينات، اثنين أنتيريور واثنين بوستيريور. هاي الأنتيريور سوبيريور إلياك سباين، وهاي الأنتيريور بوستيريور إنفيريور إلياك سباين. نجي للبوستيريور، هاي البوستيريور سوبيريور إلياك سباين، وهاي البوستيريور إنفيريور إلياك سباين. خلاص معي، ما بقى شيء أعتقد بالإليوم، خلصنا. نجي للإيشيوم. الإيشيوم هذا يكون جوا الإليوم وخلف البيوبك، هذا عظم البيوب. إذن هذا الإيشيوم. الإيشيوم بيؤدي التراكيب، هذا البادي، هذا البادي مثل اسمه هيج، هذا البادي أوف ذا إيشيوم. البادي أوف ذا إيشيوم. نجي للتراكيب اللي موجودة. هاي النوتش اللي هنا، هاي النوتش، شوفوا هاي. هاي يسمونها Greater Sciatic Notch. Greater Sciatic Notch. هذه السباين، هذا البروز كأنه شوكة. هاي يسمونه Ischial Spine. Ischial Spine تتصل بـ Superior Gemellus Muscle. طيب اللي جواها هاي، هاي النوتش. هاي يسمونه Lesser Sciatic Notch. هاي Greater وهاي Lesser Sciatic Notch. هاي شوف هذا هنا، هذا التيوبروسيتي. هذا إيشيال تيوبروسيتي، هذا تقدر تحسه لما تقعد، هذا هو سبورت ذا وايت وين يو ار سيتينج. طيب هذا الريموس، إيشيال ريموس. إيشيال ريموس تكون تتصل بها عضلتين اللي هي الادكتر ماجنوس مسل والجراسيك مسل. اللي هو هذا هنا راح شوي يتصل بالانفيرير بيوبك ريموس، هسه راح ناخذه. المهم هذا هو الإيشيال مسل، الإيشيال جريتر سياتيك نوتش، إيشيال سباين، ليزر سياتيك نوتش، هاي تيوبروسيتي، إيشيال تيوبروسيتي، وهذا الإيشيال ريموس. خلاص معدي. نجي للبيوبك. البيوبك هذا العظم انتيرير بالله، انتيرير يصير. انتيرير. طيب انتيرير هنا اذا اخذنا هذا السطح هنا، هذا الاخضر يسمونه سينفيسيال سيرفيس. سينفيسيال سيرفيس. نجي لهنا، هذا يسمونه البيوبك كريست. بيوبك كريست شلون صاير؟ بيوبك كريست شلون صاير؟ انتيريور بيوبك كريست هنا ميديالي. ميديالي من تروح نهايه هنا تكون لاترالي للبيوبك كريست، هذا التيوبركل يسمونه البيوبك تيوبركل. هسه هذا السينفيسيال سيرفيس، هذا البيوبك كريست، وهذا البيوبك تيوبركل. زين نجي للي هنا، هاي شوف هذا هنا اللي مثل الارتفاع صاير، هذه يسمونه البيوبك البيوبك ايمينس. هذا كانه علامه بين الاتصال بين الإليوم والبيوبك، يعني نقطه فاصله بيناتهم. هذا من المنطقتين بعد الصراحه شوي، هذا الإليوبيوبك ايمينس، هذا تكون كعلامه فاصله بين الإليوم والبيوبك. نجي للريموس اللي موجوده بالبيوبك. هنا قلنا بس واحد يسمونه الايشيال ريموس. هنا بريموس اثنين، السوبيريور سوبيريور بيوبك ريموس والانفيرير بيوبك ريموس. طيب هذا الانفيرير بده يتصل بالايشيال ريموس حتى يكون الاوبتريتر فورامين، وهذا السوبيريور بيوبك ريموس. السوبيريور بيوبك ريموس الحافه السوبيريور ريج مالته بخط، هذا الخط شوفه
هذا الخط يسمونه بيكتين لاين. بيكتين لاين. بيكتين لاين. زين البيكتين لاين من يتحد ويا خط هنا يسمونه أركوت لاين. أركوت لو أكروت. أركوت. أركوت لاين. هذني الخطين منتج الكومباوند ستراكتشر من عندهم راح يسمونه إليوبيوبيك لاين. جيد. هذنا إليوبيوبيك لاين. جيد. خلاص اللي هاي قلنا هسه هذا سينفيسيال سيرفيس. سينفيسيال. هذا البيوبيك كريست. إيه. البيوبيك تيوبركل. superior pubic ramus inferior pubic ramus inferior pubic ramus هاي الاليو بيوبك ايمينس بيكتين لاين اكويت لاين والخط اللي ناتج من اثنيناتهم يسمونه اليو بيكتين لاين او الاليو بيوبك اعتقد كان اسمه. المهم نجي للابتوريتور فوريمان. هذا الابتوريتور فوريمان هاي الدائره اللي يعبر من عندها الاوعيه الدمويه والاعصاب البيليفرس. المهم هذا بيجروف هنا يسمونه الاوبتريتر جروف. اوبتريتر جروف هذا خط هذا الجروف هذا الاوبتريتر ثاني قابل الاوبتريتر فورامين يسمونه اوبتريتر جروف. ما بقى شيء اعتقد ماكو اي تركيب اخر هنا. نجي للاسيتابلام. اسيتابلام الاسيتابلام هاي تسوي التجويف اللي ارتكليشن وذ ذا هيد اوف فيمر من نوع سينوفال جوينت بول اند سوكيت بعده تراكيب. نجي اللي هنا هذا الاسيتابلار ريم. ريم اسيتابلار ريم اللي يتصل بها اللابرم مال الفيمر. زين عندك هنا تجويف يشبه الهلال اليونت سيرفيس. يونت سيرفيس. يونت سيرفيس اللي يستقبل الهيد اوف ذا فيمر. من يسوي اليونت سيرفيس اكو فراغ راح يبقى هنا. هذا الفراغ يسمونه الاسيتابلار فوسي. الاسيتابلار فوسي يرتبط بالليجامنتس اللي راح يثبت الهيد اوف ذا فيمر. طيب منه هذا اليونت سيرفيس ما راح يكون مكتمل قلنا يشبه الهلال. هاي هاي النوتش اللي هنا يسمونها الاسيتابلار نوتش. هاي الاسيتابلار ريم اليونت سيرفيس الاسيتابلار فوسي والاسيتابلار نوتش. نعم اكو بعد ما اعتقد خلصنا. ثانك يو.